لقاح أسترازينيكا بريطاني المنشأ، لقاح من 18 فما فوق، حتى اللي عنده أمراض مزمنة مشمول به. زين حبيبتي، إحنا إن شاء الله نريدكم تشجعوا وتاخذوا لقاح آمن إن شاء الله، مرخص من طول الصحة العالمية، والكوادر كلها أخذت. فإن شاء الله إحنا نريدكم يعني تاخذون اللقاح، أنتي عائلتك هو اللقاح من 18 فما فوق، ما عدا الحامل المرضى دون ال 18 هذول ما مشمولين بلقاح آمن إن شاء الله. ما في اي مضاعفات جانبيه ما عدا بس يومين تكون شويه يعني شلون اعراض الانفلونزا وتختفي. لقاح على جرعتين، جرعه اولى ورا 12 اسبوع الجرعه الثانيه، حتى نخلص من هذا الوباء تعبنا ملينا مصر، اذا ما نتعاون ونتكاتف ويصير عندنا قناعه بانه هذا اللقاح امن حتى نخلص من عنده. هسه هو لقاح اجى حاله حال لقاحات الاطفال، مو تمام؟ مو صحيح؟ عندكم اعتراض عليه؟ لا لا. انت متخوفه من شيء حتى يعني اقنعك فيه؟ متخوفه. زين اني اخذته وانا هم عندي هواية من زملائي أخذوا. شنو اللي هواية ناس أخذته يعني ما بي أي مضاعفة صدقيني والله العظيم، كفيكم شر الوباء حتى نخلص من عنده، نتعاون أنت وأني ناخذ حتى شوي نخلص من هذه الوباء يا ماما. زين حبيبتي، صباح السلامة.